بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. دقائق وسيصبح وكأنه ثوب جديد. ولكنه ليس جديدا يا أمي. ألا تعجبك حياكتي؟ سلمت يداك يا أمي، ولكن أيبدو قديما؟ بل إنه أكثر أناقة من أي ثوب جديد. وعندما تحضر خالتك هند لزيارتنا استشريها. أنا لا يهمني رأيها، يكفيني تعبك. ترى من القادم الآن؟ مؤكد أنه عمك جمال السقاء. لا شك أنه تشاجر مع أبي كما هي العادة. يا كرمة يا كرمة، لم أتشاجر بعد معه. ألم تمر علي؟ بلى مررت عليه، وكالعادة بدأ يساومني في ثمن قربة الماء، فتركته على أن أمر عليه قبيل المغرب. عمي جمال، أتظن أن هناك من يشتري من أبي فعلا؟ لم أفهم ماذا تقصدين. إن أبي يذهب إلى دكانه مبكرا جدا ويعود متأخرا جدا، وأظنه آخر من يغلق دكانه في كل السوق. هذا صحيح، فهو آخر فراء يغلق دكانه، ومع ذلك فهو لا يكاد يحضر معه مالا، وكأنه لا يربح شيئا، فلماذا يقضي كل هذا الوقت في السوق؟ كان الله في عونه وفي عوننا جميعا. تقدميني لأفرغ لكم القربة. عمي جمال، ماذا يفعل أبي في الدكان؟ الآن أستطيع وقد هدأ السوق أن أخلو بأحبائي. كم يلذ لي صوتكم يا أحبائي، إنه عندي أكثر متعة من صوت تغريد العصافير. هيا هيا يا أحبائي إلى الفراش الوثير، بعيدا عن كل حاسد إذا حسد. هيا 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 تدثروا في هذا الصندوق. يا وليد يا وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين وليد؟ دخل لينام بعد أن عاد من صلاة العشاء. أتريد شيئا يا أبتي؟ استدعي أخاك، أريده في أمر مهم. هيا. لقد أرهقت اليوم في السوق. وهل جاء هذا الإرهاق بفائدة؟ الزبائن متعبون يا حسنى. وما فائدة هذا التعب؟ أتريدينني أن أجلس بلا عمل؟ لم أقل هذا، ولكن كل عمل وكل تعب يجب أن يثمر، ونحن لا نرى ثمرة لهذا التعب ولهذا الإرهاق. إن ربك يا حسنى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنا قدر علي رزقي، فماذا أصنع؟ ألا يجب أن أرضى بقضاء الله وقدره؟ أستغفر الله العظيم، ولكنني... نعم يا أبتي،
نائم يا وليد. وماذا تريدني أن أفعل يا أبي؟ أريد أن تخبرني عن سير عمل اليوم، ماذا زرعت وماذا قلعت؟ كل شيء أنت تعرفه قبل أن أفعله، فأنا لا أفعل إلا ما تأمرني به. أحسنت يا ولدي أحسنت. على كل حال هي أرضكم، وما تأتي به من خير فهو في النهاية لكم. نحن لا نرى منك خيرا ولا شرا. يا أبتي، ألهذا أمرتني بإيقاظه؟ لا لا، بل ليصحبني إلى وليمة عمك جمال الدين. فالليلة عقيقة ولده، وهي وليمة كبيرة. ولكنها للرجال فقط دون النساء، وهي عادة سخيفة. أية عادة؟ أن تكون الدعوة للرجال فقط دون النساء، فلولا هذه العادة السخيفة لذهبتما معي أنت وأمك ووفرنا عشاءكما. ألهذا كنت تريدنا معك؟ طبعا، ففي مثل هذه الولائم يقدم طعام كثير وفاخر مما لا يستطيعه الفقراء أمثالي. اذهب أنت يا أبي، أما أنا فالتعب يكاد يقتلني وأريد أن أنام. تنام ثم تستيقظ في منتصف الليل لتلتهم كل ما تصل إليه يداك؟ أما يكفي أن أمك وأختك لن تذهبا معنا وستأكلان هنا؟ اطمئن، دعوة الليلة للرجال، وفي الغد ستكون الدعوة للنساء. حقا؟ هذا معناه أنكما ستتعشيان غدا هناك. وبذلك سنعوض ما سنأكله الليلة هنا. هيا يا وليد، هيا هيا يا ولدي، لا نريد أن تفوتنا الوليمة. ما أشهى الطعام الذي تناولناه، أليس كذلك يا وليد؟ يا أبتي، ألم يعجبك الطعام؟ كنت أريد أن أتكلم معك في البيت يا بني، في البيت. في البيت؟ وهل ستسمح لنا في البيت بضوء حتى نتمكن من الكلام بشكل مريح؟ إذا كان الأمر يستحق سنضيء شمعة. هل الموضوع مهم إلى هذه الدرجة؟ جدا. ماذا وراءك يا وليد؟ وعدتني بوعد منذ زمن طويل ثم لم تفي به. وبما وعدتك؟ وعدتني أن تزوجني. تتزوج؟ نعم، فأنت تعلم أني قد بلغت سن الزواج، ومنذ أكثر من 5 سنوات وعدتني بأن تحقق رغباتي في الزواج. ولم العجلة يا وليد؟ لم العجلة يا بني؟ وأختك لم تتزوج؟ أختي؟ إن أختي لم تبلغ 20، وما زال العمر أمامها ممتدا، وما زالت الفرص أمامها متاحة للزواج. ماذا تريد أن يقول الناس عنا؟ أتريدهم أن يعيبوا علي أني زوجتك قبل أختك؟ لا لا يا وليد لا، ما ظننتك أنانيا إلى هذا الحد. أنانيا؟ هي ليست أنانية، إنما هو احتياج إلى من تؤنس وحدتي ويرزقني الله تعالى منها الولد. تؤنس وحدتك؟ تؤنس وحدتك يا وليد؟ هل تعيش في صحراء؟ معك أمك وأختك وأنا وخالتك هند وزوجها حارثة، كلنا حولك ونؤنس وحدتك. أهذا هو الموضوع المهم الذي كنت تريد أن تحدثني فيه؟ سأطفئ الشمعة. لا 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 يا أبتي، لا تطفئ الشمعة، هو بالنسبة لي مهم.
يا ولد الحبيب، يا ولد الحبيب، إنك تشعر بفراغ كبير. نعم يا أبي. أتعرف لماذا؟ لماذا؟ لأنك تنتهي من عملك في الحقل بعد صلاة العصر، وعندي حل رائع لتملأ به وقت فراغك. وما هو؟ بعد انتهاء العمل في الحقل تأتي إلى السوق لتساعدني حتى المساء. ما رأيك في هذا الحل الرائع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا وليد. خيرا؟ كنت أريد أريدك في أمر خاص. عذرا، تركنا قليلا يا حازم. هل من خدمة أستطيع أن أقدمها لك؟ لم أجد لي ملاذا سواك. الملاذ إلى الله، وأرجو أن يعينني على الخير. أنت تعلم أني أعمل لدى أبي منذ صغري. أظنك ترعى في الحقل. أفعل كل شيء في الحقل منذ كان عمري 9 سنوات. بارك الله فيك وفي صحتك وعافيتك. وقد جئتك اليوم أستفتيك في أمر أبي. تفضل تفضل اجلس. ما به؟ أضاف إلى أعباء العمل في الحقل أعباء جديدة. وما هي؟ مساعدته في أعمال الدكان. لا ضير في ذلك، فهو أبوك ومن حقه عليك أن تعينه إذا احتاجك. أنا لم أرفض، ولكن ليس لي من كل هذه الأعباء سوى هذا الثوب الوحيد والغذاء الذي تأنف المشية من أكله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيرا طلبت منه أن يزوجني فرفض رفضا قاطعا، فما رأيك؟ رأيي أن تطلب أجرا من أبيك لقاء عملك عنده في الدكان وفي الحقل، أو أن يتكفل برعايتك ورعاية من ستعول مستقبلا. وإذا رفض؟ إذا كنت تريد أن تبحث عن عمل عند غيره لتتقاضى أجرا لقاء عملك فلا بأس، ولكن عليك أن تبقى برا بأبيك. ما هذا؟ 3 شموع مرة واحدة؟ هذا جنون. أنا مجنون وابنك مجنون، كلنا مجانين وأنت العاقل الوحيد. طبعا، لأنني لا أبدد أموالي فيما لا طائل منك. ومن طالبك بأن تبدد أموالك؟ فقط أنا أطلب منك أن تزوج وليدا. وما وجه الاستعجال في زواجه؟ لقد بلغ سن الزواج، وما زلت ترى أنه متعجل في تحقيق رغبته هذه. نعم، متعجل ومتعجل جدا. إن أطرابه قد سبقوه بكثير. لا شأن لي بأطرابه، لقد أخذت عهدا على نفسي أن أزوج الفتاة أولا. ومن الذي دفعك بأن تأخذ هذا العهد على نفسك؟ هكذا أردت. شريعة من هذه؟ إنه هي إذن ليست بشريعة. وهل أنا أخالف الشريعة عندما أريد أن أطمئن على ابنتي في بيتها ومع زوجها؟ هل يلومني أحد على ذلك؟ هل يلومني أحد على أني أخشى على ابنتي من العنوسة عندما يرى الناس أن أخاها قد تزوج وهي باقية في بيت أبيها؟ إذا كان الأمر كذلك، لما رفضت كل من تقدموا لخطباتها؟ كان يجب أن أرفضهم. لما؟ لأنهم فقراء لا يملكون قوت يومهم، فهل تريدين مني أن أقبل لتتعذب ابنتي؟ ألا تنظر أمامك؟ كنت وليد، لما أنت شارد هكذا؟ هموم لاحقتني. عذرا يا عم جمال. لا عليك لا عليك، تعال. ماذا حدث لك؟ الأمر أكبر من قدرتي، أريد منك المشورة. وحينما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لخطبة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كان معه عمه أبو طالب وبعض وجهاء بني هاشم. فتقدم أبو طالب خطيبا فقال: إن محمد بن عبد الله ابن أخي، من لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قل فالمال ظل زائل ورزق حائل. وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مال كذا وكذا. يا أخي، لما المغالاة في مهر ابنتك وقد رأيت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المال ظل زائل ورزق حائل، فأين ابنتك من السيدة خديجة؟ وأين هذا الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا رأي ابن أحمد؟ هذا ما قاله لي. إن أباك يساومني في ثمن المال، أتريده أن يدفع لك مهر عروس؟ هذا يعني أنه لن يقبل؟ لا لا لا، سيقبل إذا علم أنك ستتركه لتعمل في أرض غيره، خاصة أنه يعلم أن هنالك عدة أشخاص يريدونك أن تعمل معهم. ونعم الرأي، ونعم الرأي رأي ابن أحمد. كان يجب أن أذهب إلى الدكان بعد صلاة العصر مباشرة. أسرع إليه وإلا حملك خسارته التي مني بها بسبب غيابك. نعم، لولا تأخري لكسب 10,000 دينار. اذهب اذهب ولا تخف، لا شك أنه سيقبل. ربما. اذهب في داهية، أنا لا أريدك. ولكن قبل أن تذهب عليك أن تدفع لي كل دانق صرفته عليك منذ أن كنت رضيعا في المهد وحتى الآن. يا أبي، أنا لا أريد أن أتركك. ألا تريد أن تنفذ نصيحة ابن أحمد؟ أريد حقي في الحياة. أنا السبب في هذه الحياة. كونك سببا لا يعني أن تحرمني من حقي فيها. ألا أكسوك؟ ألا أطعمك؟ ليس لك حق عندي غير هذا. جدي كان يطعمك ويكسوك، ومع ذلك تزوجت وأنجبت. وأنا لم أقل لك ألا تتزوج. إذن زوجني يا أبي. بعدما تتزوج أختك. ومتى تتزوج أختي؟ عندما يأتي الرجل المناسب الذي أرتضيه. وإذا لم يأتي من ترتضيه؟ عليك أن تنتظر. ولكني لا أستطيع أن أنتظر. عليك أن تذهب إلى ابن أحمد. هذا آخر ما يمكن أن تقوله يا أبي؟ ليس لدي قول آخر. أبي، أنا أريد أن أكون بارا بك واقفا بجانبك، ولكن العمر يجري والسنين تمر، وإذا لم أتزوج الآن فإني سأصبح عاجزا كهلا. هذا شأنك. إذن ليس لدي سوى ترك أرضك ودكانك في 60 داهية. تخيل يا مهنة أن أبي اشترط علي أن أدفع له كل ما صرفه علي من المهد وحتى الآن إذا أردت أن أترك أرضه. هل سترضخ وتنتظر؟ أنا لا أتصور نفسي أعمل في أرض غير أرض أبي في هذا البلد. سأشعر بالخجل إذا عملت عند غير أبي. فماذا ستفعل؟ لم يعد أمامي سوى الرحيل. الرحيل؟ نعم، سأتخين أول فرصة للرحيل من هذه البلاد إلى أي أرض، فأرض الله واسعة. ترحل؟ كيف ترحل؟ لم يعد لي مكان هنا. لا يا أخي، أرجوك لا تفارقنا. أستحلفك بالله يا ولدي، لا تنفذ هذا القرار، لا تحرق قلب أمك عليك، لا تجعلني ثكلى وأنت على قيد الحياة. سأبحث لك يا أخي عن عروس، أجمل عروس. لم يعد الأمر مجرد رغبة في الزواج. أنا لست متعجلة الزواج. كنت أطلب من أبي أن يعتبرني عاملا أجيرا في أرضه،
قلت له إنني سأكون أكثر إخلاصا من أي عامل آخر، لكنه هددني وطردني. أتعرفين ماذا تعني كلمة طردني؟ هو أبوك ويجب عليك أن تحتمله. نعم نعم، لكن أبي لم يدرك ما أعنيه بالضبط. يا ولدي، لا شك أنها إحدى ثورات غضبه، وأنت تعرفه سرعان ما يهدأ وينسى كل شيء. لقد كاد يقتلني. هو يحبك ولن يقبل أن تبتعد عنه مهما كان. انتظر عندما يأتي، سأكلمه في أمر الزواج. اسمع يا وليد، اسمع يا ولدي. بل اسمعوني أنتم. سأترك له الفرصة الليلة ليبيت هنا ولآخر مرة. إما أن يذهب إلى الأرض غدا مع شروق الشمس ويعود إلى عمله دون قيد أو شرط، وإما أن يوقع إقرارا لي بكل دانق صرفته عليه ويخرج من هذا البيت إلى غير رجعة. فأنا لم أنفق عليه كل هذا ليشتد عوده، ليخرج ويتركني ليقطف غيري ثمرة تعليمه. إن ابن أحمد يا سماحة. ابن أحمد سيكون لي غدا معه شأن آخر. اسمع يا ابن أحمد، اسمع. ما الذي جرى لك يا سماحة؟ يجب أن تعلم أني. بل يجب أن تعلم أنت أن أسلوبك هذا يتنافى مع قواعد الشرع وآدابه في الحديث. وهل قواعد الشرع وآدابه هي التي دفعتك للدعوة لعصيان الأبناء للآباء وتثير ابني علي؟ سماحة، أنا لا أسمح لك بأن تخاطبني بهذا الأسلوب ولا بهذه الحدة. وأنا لن أسمح لك أن تدفع ابني إلى عصياني والتمرد علي. أنت الذي دفعت ولدك إلى ما هو أبعد من العصيان والتمرد. كيف؟ كيف أيها المحتسب؟ دفعته إلى عدم الحب، دفعته إلى أشياء لا أريد أن أسميها باسمها الحقيقي. كانت الأمور تسير سيرا مطمئنا لولا تدخلك. هكذا كنت تراها، أو هكذا كنت تريد أن تراها. لم تكن تريد أن ترى النار تشتعل فيما حولك. أنت الذي أشعلت النار. لماذا جاءني ولدك إذا؟ يا سماحة، أنت لم ترى سوى النتيجة التي ترتبت على زيارة ولدك لي، لم تنظر إلى حقيقة الأسباب التي دفعته لهذه الزيارة. يريد أن يتزوج قبل أخته. من حق. وتبقى البنت بلا زواج؟ ولما تفترض ذلك؟ ماذا سيقول الناس إذا تزوج الولد ولم تتزوج البنت؟ سيقولون تزوج الأخ الأكبر، الأخ الذي ناهز الثلاثين، تزوج غضا لبصره وتحصينا لفرجه. هذه هي تعاليم الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هو لا يستطيع. أنت تستطيع. ولو بعدما تتزوج أخته. ليس لك من الشرع سند يقر لك ذلك. وليس لك من الشرع سند يقرك على تحريض ولدي ضدي. أنا لا أحرض ولدك ضدك، أنا لا أريد أن تعطل سنة من سنن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الآكدة، وأنا أقف ساكتا أتفرج، خاصة وقد سئلت. أنا الذي أعطل السنة؟ إصرارك على حرمان ولدك من حقوقه، وإصرارك على حبسه عندك وحرمانه من العمل والكسب والزواج بحجة واهية، هو الظلم بعينه. حجة واهية؟ وهل زواج ابنتي حجة واهية؟ ليس زواج ابنتك، ولكن إصرارك على أن تتزوج هي الأولى وحبس ابنك عندك. أنا حر. السلام عليكم يا سالم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد يا سالم كم؟ لا لن أعطيك أي قماش قبل أن تسدد ما عليك. قلت لك يا سالم سأصنع منها 10 أثواب لأسرة ثرية، وسيكون مردودها علينا أنت وأنا كبيرا. سدد ما عليك أولا. يا سالم إن هذه الصفقة ستعوض لنا السداد أولا. إذن سأسدد لك الليلة. عظيم، وأنا سأعطيك القماش الليلة. حسنا، انتظرني في بيتك الليلة. ولما لا يكون السداد هنا؟ عندما أزورك في بيتك ستعرف السبب. ولا تتصور يا صديقي كم أشفق عليك من حياتك هذه وأنت تعيش هكذا بلا أنيس ولا جليس. وماذا أفعل وقد كبرت في السن؟ لا تقل مثل هذا الكلام يا رجل، إننا في السوق كثيرا ما نشفق عليك من هذه الوحدة بعد أن رحلت رفيقة الدرب وتزوج أولادك وانشغل كل منهم بحياته. أنا لا أملك إلا أن أرجو لهم السعادة وأدعو لهم الله بالتوفيق الدائم. وأنت ألا تفكر في نفسك؟ أنا أحاول أن أشغل نفسي بتجارتي وأعمالي. وعندما تعود إلى البيت، هذا البيت الكبير الطويل العريض البارد الكئيب، يا سماحة، ومن تلك التي تقبل أن تتزوج كهلا مثلي؟ هناك كثيرات فضليات وأبكار بل وجميلات. كأنك تخطبني أو كأنك تخطب لي. ولم لا؟ إنك صديقي وجاري ولن أجد أفضل منك لأخطب له. ومن هي تلك العروس التي ترشحها لي؟ العروس كرمة. من؟ كرمة ابنتي، ما قولك؟ هذه مفاجأة، وستكون لك نعمة الزوجة، فأمها قد أحسنت تربيتها وعلمتها أصول الطهي وحياكة الملابس والتطريز، ولو بحثت في كل أنحاء المدينة لن تجد أجمل ولا أفضل منها. ولكنها صغيرة جدا في السن بالنسبة لي. وصغر السن مطلوب. وأنا لا أكره الخير، ولكن يا صديقي الأمر لا يحتاج إلى تفكير، فسادة القوم وكبراؤهم يتسابقون إلى بيتي لخطبتها. وتترك سادة البلدة وكبراءها وتختار لها كهلا مثلي؟ بل أختار لها رجلا ناضجا يحفظها ويصونها ويعرف قدرها. وأنت تعرف شباب هذه الأيام لا تجد الطيب منهم إلا نادرا. سالم، أنا يشرفني أن أخطبك لابنتي. وكم تريد مهرا فيها؟ نحن نشتري الرجل، أما المال